صفقة لي تصفيقة بيه يونس. أوكي قلت لكم روع عينيه تعمل هكا يونس. صفا يونس تبارك الله عليك. لو 25 عندك عربون ولا؟ لو 25 تخدم ولا؟ لو 38 تخدم لو 38؟ لو 38 تخدم لو 38 ولا؟ لا لا بو هاوك عندك عربون عندك ربوخ لو 38 وعندك الحنة لو 35 باش تقدم تحية؟ إي لشكون؟ بسمير لوسيف ابدالي بسمير لوسيف سعد سمير لوسيف سمير لوسيف فوالا عبد الكريم البنزرتي عبد الكريم البنزرتي الهادي حبوبة الهادي حبوبة بو توا قول جرمانة جرمانة و نور الدين الكحلاوي نور الدين الكحلاوي الهادي الدنيا هادي دنيا صبر الرباعي صبر الرباعي ولا وشكون اخر تو بابا بابا ماما وعزيزي ومامتي ومامتي حسنة وترفيقة وتهاجر عمتي سعاد ومحمد وتسامية وعم محمد علي وعلي واخوالي وخالاتي والجزائر وجيراني والمجلس التأسيسي التأسيسي المجلس التأسيسي مجلس تأسيسي وحكومة الائتلاف حكومة الائتلاف والشعب التونسي الشعب التونسي وعزيزة وعزيزة وعمي رضوان عمي رضوان قناة حنا بعل قناة حنا بعل بوسي بوس عزيزة يلا بعد الوليد يونس الفارح بعد الوليد يونس بنشوفوا مع بعضنا كيفية المشاركة في حصتنا ستار صغار ستار صغار 2012 باش تشارك تغني وتربح كادو ابعث اس ام اس على الرقم 87 97 87 اكتب اس زد كيما ستار صغار الاسم واللقب والعمر واسم الغناية اللي تحب تشارك بها ستار صغار ينشطها عمي رضوان وعزيزة تو بعد ما شفنا مع بعضنا كيفية المشاركة في حصتنا ستار صغار باش نجيو للبنية الثانية في الحصة بنية مزيانة وعاملة شعرها سبيسيال شوية اسمها سماح يبا عسلامة يا سماح عسلامة عمي رضوان لاباس لاباس الحمد لله قديش عمرك انت 5 سنين 5 سنين تتسمى كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة كبيرة 5 سنين تتسمى بنية صبية ومزيانة وين تسكن أنت؟ في تونس في تونس وين في تونس؟ باب العسل تسكن في باب العسل باي؟ أي باي وجيتنا أنت وشكون؟ أنا تهودي عمت ماما وأختي وماما وماما أي باي تخدم ماماتك؟ لا في الدار؟ اي بابا يخدم اي وين يخدم بحذا دارنا بحذا دارنا قريب للدارة شنو يخدم باباتك يبيع يبيع اي باهي قريب للدار معناه باهي برشا انت وعندك اختك كهو عندي زوز عندك زوز زوز خواتك شنو اسمهم صابرين وصفاء صابرين وصفاء وانت سماح هكا ولا اي انت اصغر واحده اي اي به انت الدلوله اي انت الدلوله عند باباتك اي ولا عند ماما ولا عند الزوز عندهم الزوز عندهم الزوز اي به ماماتك صعيبه ولا سهله سهله بابا صعيب ولا سهل سهل يغني بوك ساعات لا حتى مره ما شفته يغني اي ماما تغني ساعات اي شنو تغني ما نعرف يا حلوة جيم حالي وسكرانة تبي تغني صابر الرباعي لا ما نعرف ما تعرفش اي بي انت في المكتب ولا في الروضة نقرأ تحضيري تحضيري وين تقرأ تحضيري عند سيدي عند سيدي في الكتاب مدرسة قرآنية كتاب كتاب اي كتاب يعني في قسم تحضيري
أي به أي به عمي رضين زاده كان يقرا في الكتاب اما ما كانش فيه قسم تحضيري اسمه عمي رضوان احنا المدب نتاعي انا كان اسمه السي شادلي عنده عصام تاع زيتون هاك شو وقت يحب يوصل لنا يوصل لنا ولا وديما وقت اللي يهزوني ديما يوصيه يقول له بربي استحفظ عليه السي شادلي حاسبنا بالجلد دونك ديما ذيك التوصيات شنو باش تغني لعمي رضوان مفتول بخزرة عينيها يا عيني يا عيني يا عيني على مفتون بخزرة عينيها يا صبار احلى تفكير شفرتها والعينين